أهلا بكم مشاهدينا في جولة صحفية جديدة نرصد من خلالها أهم أخبار الصحف المحلية. نستعرض من صحيفة أخبار الخليج أبرز ما جاء في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يوم أمس في قصر القضيبية. ننتقل لصحيفة الأيام ونطالع الحوار الشامل الذي أجراه معالي الفريق والركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية مع رؤساء تحرير الصحف المحلية. وتناول الوزير في حواره عددا من المواضيع المهمة استعرض خلالها إنجازات الوزارة ومشروعاتها المقبلة. مع معالي وزير الداخلية في ساعة، عنوان مقال نشرته صحيفة الأيام بقلم رئيس تحرير صحيفة الأيام عيسى الشيجي. نتابع. في عالم الصحافة عندما تحظى بلقاء صحفي مع وزير للداخلية بالتحديد فإن ذلك يعد مكسبا صحفيا كبيرا للصحفي وللصحيفة، وسيظل هذا اللقاء والتصريح كذلك مدار حديث العامة بمختلف مستوياتهم لفترة من الزمن. في اللقاء المفتوح يوم أمس تشرف رؤساء تحرير الصحف المحلية بلقاء معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية. تطرقنا من خلاله إلى الكثير من الشؤون والشجون التي تتعلق بالشأن العام. وللحقيقة فإن معالي وزير الداخلية يحرص دائما على الالتقاء مع الصحافة والصحفيين بين فترة وأخرى لوضعهم في الصورة الوضع الراهن محليا وإقليميا وعربيا، وإشراكهم في كل اللقاءات التي يعقدها مع مختلف القطاعات والفعاليات في البلاد. إن الحديث الذي هو أمامكم اليوم هو حديث لا يتناول ولا يغلب عليه الجانب الأمني فقط، ولكنه حديث يتناول كل ما يمس هموم وشؤون الناس وحياتهم اليومية في البر والبحر وفي الحرب والسلام وفي الولاء والانتماء. إن هناك جوانب كثيرة أسهمت في هذا الواقع الإيجابي للقاءات معالي وزير الداخلية،
تأتي في مقدمتها ما يتمتع به معاليه من خصال شخصية مؤثرة تتصف بالهدوء الذي يبعث على الطمأنينة وقوة الإقناع. حديثنا مع معالي وزير الداخلية كان مسترسلا وواضحا وصريحا، إذ لم يكن معاليه خلاله متحدثا فقط، بل كان كعادته يسأل ويستوضح ويستمع ويعقب ويعود ليمسك بزمام الحديث مرة أخرى لكي تصل الفكرة إلى الجميع. أعلن وزير شؤون البلديات والزراعة سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك خلال تصريح لصحيفة البلاد أن معرض مراعي في نسخته السابعة الذي سيفتتح اليوم الثلاثاء سيشهد نقلة نوعية بمشاركة فاعلة من القطاعين الحيواني والزراعي. معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني مراعي 2024، والذي يقام تحت رعاية سامية من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة العاهل المعظم حفظه الله ورعاه، يعكس اهتمام جلالته وتوجيهاته السامية بتعزيز الأمن الغذائي ودعم القطاع الزراعي والحيواني. هذا المعرض طبعا حصل على امتداد النسخ السادسة المنصرمة على حضور وإقبال جماهيري منقطع النظير ممثل في مختلف شرائح المجتمع، وهذا طبعا الإقبال الجماهيري يدفعنا وزارة شؤون البلديات والزراعة مع مؤسساتنا دولة وشقيقات الوزارة من مؤسسات الجهات الحكومية إلى بذل المجيد في إظهار هذه النسخة بشكل متميز. طبعا النسخة السابقة حظيت بما يزيد عن 200 ألف مشارك في على مدى الأيام الثلاث، دفعنا في هذه النسخة إلى زيادة عدد الأيام وزيادة الفعاليات والأنشطة المصاحبة وأيضا زيادة الإسهام الزراعي في المعرض، الجانب الغالب والجانب الحيواني. اليوم أيضا القطاعين مشاركين بفعالية في هذه النسخة إن شاء الله. طبعا لا يخفى عليك أن ملف الأمن الغذائي والتنمية الزراعية يحظى باهتمام الحكومة الموقرة برئاسة السيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهذا المعرض إن شاء الله يكون منصة لتبادل الخبرات والتجارب وعرض جهود المملكة في دعم صناعة الزراعة والتربية الحيوانية. ننتقل لصحيفة الوطن ونطالع منها أنه تفعيلا لمذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة لمملكة البحرين ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال برنامج المحتوى الوطني المبرمة في المنامة في يناير من العام 2024، اجتمعت الفرق الفنية في الوزارتين لبحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم وللتنسيق بشأن التعاون بين برامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة وبرنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة تكامل في مملكة البحرين، واستكمل الطرفان الإجراءات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم. إلى صحيفة أخبار الخليج، ومن أولى صفحاتها نقرأ أنه تنطلق اليوم ثلاث فعاليات كبرى تنظمها شركة إنفورما ماركتس، وهي معرض الجواهر العربية 2024 ومعرض العطور العربية ومعرض سيتيسكيب، والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ومن المتوقع أن يحقق معرض الجواهر العربية 2024 مبيعات تصل إلى 69 مليون دولار أمريكي، ومع تحقيق هذه النسب المرتفعة سنويا يحرص العارضون الدوليون على المشاركة في المعرض لاستقطابه عددا كبيرا من الزوار المحليين والخليجيين.
نشرت صحيفة الوطن أن رئيس هيئة الكهرباء والماء سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد كشف بأن الهيئة تخطط حاليا لإنشاء مشروعين جديدين بالشراكة مع القطاع الخاص، هما مشروع محطة ستر المستقلة لإنتاج الكهرباء والماء ومشروع الحد المستقلة لإنتاج الماء، واللذين سيتم تنفيذهما خلال السنوات الأربع القادمة. نشرت صحيفة الوطن مقالا بعنوان وزارة التربية والتعليم خطوة استراتيجية نحو تعليم مستدام للكاتب الصحفي خالد موسى البلوشي. نتابع. في خطوة نوعية واستباقية أطلقت وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين تجربة تحويل يوم دراسي كامل إلى نظام التعلم عن بعد بهدف تعزيز جاهزية النظام التعليمي لمواكبة التحولات الرقمية والظروف الطارئة. هذه المبادرة ليست مجرد اختبار تقني، بل هي رؤية شاملة تسعى لضمان استمرارية العملية التعليمية دون تأثير سلبي للتكيف مع تحديات العصر الرقمي، ووضع سياسات استراتيجية تراعي جميع الجوانب التقنية والتعليمية والإدارية لضمان نجاح التجربة. إن رؤية الوزير تستند إلى إعداد نظام تعليمي مرن قادر على مواجهة أي ظروف طارئة دون أن تتأثر مسيرة الطلبة التعليمية، ولا يمكن أن تتحقق هذه الرؤية دون الجهود المتكاملة للعمل على ضمان جاهزية المنصات الرقمية. هذا الفريق الفني والإداري يعد الدعامة الأساسية لنجاح هذه التجربة، حيث يعمل على تقديم الدعم الفني اللازم وضمان سلاسة العملية التعليمية عن بعد، والمعلمون أيضاً هم العمود الفقري لهذه التجربة في تقديم دروسهم والتفاعل مع الطلاب. فكلنا ثقة بأن هذا الفريق المتكامل الذي يعمل بروح واحدة قادر على مواجهة التحديات وتطوير التعليم بما يحقق استدامته وجودته بتعاون الجميع لبناء نموذج تعليمي مرن وفعال، ما يعزز من مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال التعليم الحديث. وبهذه الخطوة تؤكد وزارة التربية والتعليم أن التعليم ليس فقط أداة لنقل المعرفة، بل هو منظومة مستدامة تستجيب للتغيرات وتضع مصلحة الطلبة في صلب أولوياتها. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.